وهذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم فيه أنها ستكون فتنة يحصل فيها قتل، ويكون اللسان أشد من السيف. انتبهوا، هذا محل الشاهد، يكون اللسان فيها التحريض والمحاضرات والخطب وحث الناس على أن يدخلوها ويقتل بعضهم بعضا أشد من السيف. السيف يمكن تقتل واحد اثنين، لكن لسانك هذا يحرض الأمة بعضها على بعض. فعلى المسلم أنه يكف لسانه، إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت لا تزيد الشر شرا، اسكت، إذا لم تأتي بخير كف شرك عن الناس. نعم.